التي يجمعنا الناس. النهارده نشكر جميع الحضور على حضوره وعلى صبره، كان هناك تأخير في بداية أشغال هذه الدورة. وأشكر جميع الأطراف التي كانت داعمة لقيام هذه الندوة وبداية أشغالها، سواء المجلس البلدي مدينة تانوج، وكذا جميع الشركاء الذين لهم الفضل في دعمنا وتشاهد الأطوار. كما هو معلوم وكما أشار الأساتذة أن التدبير الترابي خاصة في فترة الأزمات هو موضوع من المواضيع المستجدة في الساحة الوطنية، والتي كان لها كما كان في علم الجميع خاصة في فترة كورونا أن المغرب وكذا العالم شاهد مجموعة من التحولات، سواء على مستوى كبير الشأن العام، سواء على مستوى الظروف التي كان يسير فيها، إضافة إلى أن هناك مجموعة من الأزمات الأخرى، سواء طبيعية سواء الاجتماعية، التي من شأنها أن تؤثر على الشأن التي من شأنها أن تؤثر على الشأن المحلي والترابي. مما يستدعي منا جميعا كفاعلين جمعويين كباحثين كأطر كمؤسسات العمل على إيجاد أهم الأدوية والتدابير التي يجب علينا اتخاذها من أجل مواجهتها. وفي الأخير أود أن أجدد شكري وامتناني للأساتذة، ونستسمحكم عذرا أننا كانت الدعوة في هذه الظروف المناخية القاسية شيئا ما، ومرحبا بكم وهذه منتجكم كما هي. شكرا لكم جميعا. شكرا سيدة بعيسحاق. مرة كبيرة مباشرة للسيد الأستاذ عبد الرحمن الخضراوي، ممثلا لمركز التكامل للدراسات والأبحاث، الذي هو يعتبر شريك أساسي في هذه الندوة. تفضل تفضل. شكرا. شكرا للسيد الرئيس. السلام عليكم. بداية لابد أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمجلس الجماعي لتانوت الذي قبل يعني مباشرة بعد التفكير في هذه الندوة قبل الاحتضان الحقيقة العلمي، سعداء بالتواجد بهذه البقعة الطاهرة من بلدنا الحبيب المغرب مدينة إيمين تانوت. بالنسبة لهذه الندوة التي كنا نفكر فيها يعني مع مركز المغرب للدراسة الاستراتيجية والأبحاث القانونية والقضائية، معناها المجلس الجماعي ومركز التكامل، الذي أبلغكم يعني الاعتذار ديال السيد الرئيس سعد الرحيم علام، نظري أنه يعني الأمر يتزامن مع الامتحانات ديال القضية تقليد عموم القانون الاقتصادي والاجتماعي من مراكش، والذي كان يود يعني قسم واحد الصمت حوالي 11 ديالي، ولكن في الأخير يعني مبقاش غادي يروح راسي، ويقدم لكم يعني كل الشكر والتقدير، ويتمنى يعني أن تكون هذه الندوة في المستوى الأفضل. بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع كما قال الأستاذ سعيد، هو موضوع رهينيته، موضوع يهم كل مواطن مغربي مهما كانت مكانته داخل هذا الشرع. موضوع يرتبط بطموح الدولة الترابية، طموح الديمقراطية الترابية، والتي نود ترسيخها من خلال مجموعة من المقومات، من خلال تأسيس الدستور الترابي، من خلال تأسيس مجموعة من القوانين التنظيمية المتضمنة في الوثيقة الدستورية، من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تعرف نوعا من الذاتية ونوعا من الاستقلالية. موضوع التدبير الترابي زمن الأزمات، جاء التفكير في
هذا الموضوع انطلاقا من الأزمات التي تعرض لها المغرب. وحينما نقول أزمة فإننا نقول كل لا توازن يعرفه يعني الفاعل الترابي على مستوى التدريب، التي هي الخلخلة التي تنقلنا من حالة التوازن إلى حالة اللا توازن. كيف يتصرف معها الفاعل الترابي؟ كيف يتصرف معها المواطن؟ كيف يتصرف معها كل المؤسسات؟ سنجد بأن هذا الموضوع تتجاذبه العديد من الإشكاليات، سواء على مستوى التدبير المالي، سواء على مستوى التدبير السياسي، سواء على مستوى التدبير التشريعي أو كل المجالات. المهم هو أننا من خلال هذا الموضوع الذي نتمناه أن يكون حلقة علمية دسمة بامتياز، أن تخرج بمجموعة من التوصيات التي من خلالها تنفتح المراكز البحثية على محيطها، على كل هذه الجامعات الترابية. موضوع أقول بأنه أسال مداد العديد من الباحثين، لكن هناك فيه العديد من الكتابات، العديد من المواضيع التي يعرفها التدبير العمومي الترابي بشكل عام. أخص حتى أختم أقول أنني أتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى إلى كل الفاعلين وكل المنظمة السعودية الصبر، أستاذ رضوان الدين الشريف، ويعني وأخصه بالشكر قام على بحث النشط ديالي من أجل التحضير، والذي كان يعني يشتغل على قدم وساق من أجل التحضير إلى هذا اللقاء العلمي. شكرا جزيلا أستاذ رضوان، ثم الشكر إلى كل هؤلاء الأشخاص الحاضرين، السادة الأساتذة، الباحثين، الموظفين، مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء لقاء علميا دسما، نتجاوب في الأفكار، نتقاسم في الأفكار لكي نخرج إن شاء الله بتوصيات نحاول من خلالها أن نؤسس لمنظومة تربية للأزمات. شكرا سيدي. شكرا أستاذ عزيز.